And there are many innovative ideas in that respect. هنالك العديد من الأفكار الابتكارية في هذا الجانب. The bed capacity from 2000 to 9000 رفع الطاقة الاستيعابية للأسرة هو أمر كبير فعلاً. وذلك يثبت أن البلد مستثمر في رفع طاقته الاستيعابية لإدارة الجائحة. هل إيجابية هنا تكمن عندما ترتفع الحالات فإن الأسرة أو الخدمات الموجودة قد تكون تحت الضغط إذا وجود حالات أو أسرة أو خدمات إضافية يقلل من الضغط إذا هنالك إيجابيتان وجود مثل هذه الخدمات ووجود عدد كبير من الأسرة يمكنك أن تعالج وتدير هذه وأن تتفادى أي نوع من الضغط كما تعلمون هنالك خدمات أخرى يمكن أن نضعها في الحسبان وليس ذلك فحسب هنالك أسرة لبعض الحالات وأيضا للحالات التي تستدعي الICU الدخول إلى الطوارئ هناك أفكار ابتكارية كيف أن تحول موقف سيارات إلى مرفق طبي متكامل ووجود 130 سرير للحالات الضرورية قصوى وأمر مبهر فعلا وإنجازه وبناؤه في 7 أيام وكيف أن ذلك نسق بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة لإنجازه 130 سرير لقسم الICU هو أمر كبير لأنه قد تأتي في مستشفى يوجد ربما 40 سرير فوجود 130 سرير هو كأنما تدمج 3 مستشفيات في موقع واحد وقد يوضح لكم هذا مستوى الطاقة الاستيعابية وعندما زرت المكان لم يكن هنالك مريض ربما كان آخر مريض قد رخص في ذلك اليوم والآن لا يوجد مرضى هنالك إذا تهانينا لمملكة البحرين عندما زرت المرفق لم يوجد به أحد وكما ترون بأن أعداد الحالات تم أخذة بالانخفاض وهو في أدنى مستوياته وأيضا الأفكار الابتكارية من ضمنها investing and which وهو يمكن أن تستثمر فيه وبوجود القيادة وهو الأبحاث كنت منبهرا فعلا وجود 90 منشورا من الأبحاث في العديد من المجالات